مصر نعاني من ضعف في موارد المياه، حيث كل ما هو متاح لنا هو حصتنا مياه النيل لا تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، وهي حصة قدرتها اتفاقية ارتسام فوائد بناء السد مع السودان عام 59، علاوة على بعض الموارد الأخرى المحدودة غير التقليدية من المياه الجوفية معظمها غير متجددة وقليل النادر من مياه الأمطار الموسمية ومن السيول اللي عملت لنا مشاكل الأسبوعين اللي فاتوا دول، وحتى تلمسوا جميعا قدر التحدي الذي نواجهه اليوم. دعونا نسترجع على سكان مصر عام 59 الذي كان لا يتجاوز 25 مليون نسمة يستخدمون نفس الحصة السنوية المقدرة 55.5 مليار، ونحن الآن في عام 2009 وعلى السكان يزيد عن 80 مليون نسمة يستخدمون نفس الحصة، ويزداد التحدي حينما نعرف أن هذه الحصة المحدودة يجب أيضا أن تتسع وتدار بطريقة متكاملة وتعظيم الاستفادة منها لمواجهة الزيادة المطردة في عدد السكان وفي المساحة الزراعية، والتي من المتوقع أن تصل إلى 160 مليون نسمة عام 2050، وهو تاريخ ليس ببعيد. لذا فإنه يتحتم علينا الالتزام بالعمل الجاد من اليوم والتخطيط السليم وطرح وتنفيذ المشروعات التي تعيننا على مواجهة هذا الموقف المائي الصعب. ونظرا لأن قضايا تنمية الموارد المائية والحفاظ عليها من التلوث وتعظيم الاستفادة منها تمثل أهم التحديات التي تواجه وزارة الموارد المائية والري في الوقت الحاضر، وذلك لتأثيرها المباشر على حاضر أمتنا ومستقبلها وأبناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي. قامت وزارة الموارد المائية والري بوضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2017، الكلام ده من 4 سنوات، وقد شارك في إعدادها الوزارات والأجهزة المختلفة المستخدمة للمياه، ورغم أنها تتطلب 145 مليار جنيه استثمارات 32% فقط منها لوزارة الري والباقي لوزارة الإسكان لأهداف مياه الشرب والصرف الصحي ومعالجة مياه الصرف الصحي. وتقوم هذه الخطة على 3 محاور رئيسية: تعظيم الاستفادة من موارد المياه المتاحة، الحفاظ على نوعية المياه ومنع التلوث، تنمية الموارد المائية بالتعاون مع دور حوض المياه. وانطلاقا من هذه الحقيقة وبناء على مسؤوليتها الرئيسية على إدارة الموارد المائية المصرية، انتهت وزارة الموارد المائية والري من إعداد استراتيجية مائية حتى عام أيضا 2017 تهدف لتعظيم الاستفادة من مصادرنا المائية التقليدية والغير تقليدية وتذليل العقبات، ده الهدف الرئيسي من الاستراتيجية، تذليل العقبات التي تعترض التطبيق الفعلي للخطة القومية لتنمية الموارد المائية. معنى الخطة جميلة على الورق، سهل التنفيذ، في صعوبات عديدة. الاستراتيجية دي جت عشان تزيل هذه العقبات وتحديث المنظور القومي بالنسبة للوضع المائي. وتشتمل هذه الاستراتيجية على العديد من السياسات: تقييم مخالفات التعدي على نهر النيل والآبار الجوفية وعمل شبكات الري والصرف والمزارع السمكية المخالفة وقضايا التلوث في إطار تشريعي جاري الإعداد لتحديثه وتطويره لمواكبة الوضع الري، وبما لا يخل بمبدأ حسن إدارة الموارد المائية. وتطرق الاستراتيجية أيضا إلى قضية تغير المناخ وأيضا إلى أهمية التحلية كبعد مائي في المستقبل القريب والبعيد، كما يجب ألا نغفل أهمية وحيوية تحسين الأداء لمشروع تطوير الري وزيادة معدلات تنفيذ أعمال البنية الأساسية والقومية